السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناة مسوان. بلا شك قد سمعتم عن الضربة القوية التي تلقتها شركة هواوي الصينية، خاصة من جوجل وباقي الشركات الأمريكية. مثلا أنا عندي هاتف هواوي والذي أستعمله مؤخرا مايت ديس، وكما تلاحظون فهو يشتغل بنظام أندرويد 8. ماذا ستفقد هواوي في هواتفها القادمة؟ تقريبا الهواتف التي ستصدر في آخر 2019 والسنوات القادمة، لاحظوا هنا مدمج ما في إعدادات الهاتف، مدمج خدمات جوجل. هذه لن تظهر في الهواتف القادمة بعد الآن، و إذا هي مرتبطة بحسابك جيميل، ففيها كل المعلومات و خصائص وأمور شخصية والألعاب والتطبيقات التي تستعملها. إذا هذه أول شيء ستفقده في هواتف هواوي بعد الآن. أهم شيء وأكبر شيء لن يكون موجودا ومتاحا على هواتف افتراضيا، يعني لن يكون عند اشتريت الهاتف الجديد من هواوي، فلن تجد فيه بلاي ستور، بلاي سيرفيس وكل تطبيقات خدمات جوجل، وخاصة بلاي سيرفيس يعني بلاي ستور المتعلقة بلاي ستور والجيمز يعني الألعاب، فهذه التي يستعملها الجميع في هذه بلاي سيرفيس يعني خدمات جوجل، فهي التي يستعملها الجميع لتحميل تطبيقات جديدة والألعاب جديدة. إذن فالألعاب المتاحة في متجر جوجل لن تستطيع تحميلها إلا إذا كانت عندك هذه التطبيقات متاحة على هاتفك. فهذه التطبيقات متاحة على أغلب الهواتف الشركات الكبرى. هناك هواتف شركات صغرى غير متاحة في هذه التطبيقات، ولكن في آخر الفيديو سنرى إن شاء الله الطريقة التي يستعملونها. إذن هنا حسابات، في الحسابات أيضا عند المستخدمين والحسابات لن تجد جوجل، أكيد لن تجد جوجل. إن دخلنا هنا طريقة طريقة يعني إذا اشتريت هاتف هواوي فلن تستطيع تنصيب خدمات جوجل، لا بلى، في طريقة الرومات المعدلة أو الهواتف التي الصغيرة، الشركات الصغيرة التي ليست لها اتفاقية مع جوجل. فهناك جوجل أبس، هو أوبن سورس، فهنا خدمة موقع مجاني يقدم لك هذه التطبيقات أو خدمات جوجل لتنصيبها بشكل شخصي. يعني إذا اشتريت الهاتف ولم تجد فيه هذه التطبيقات، أولا عليك روت للهاتف، ثم تنصيب ريكوفري معدلة لتستطيع تمرير هذا الفلاش لجوجل أبس تمريره، وبعد ذلك ستحصل على جميع تطبيقات جوجل وخدماتها. هذه الطريقة كنا نشتغلها في الهواتف الأولى، هواتف سامسونج الأولى، عندما نعدل الرومات، يعني تضع روم جديد غير الروم الرسمي أو الفلاش الرسمي، فإنك تحتاج دائما إلى تنصيب هذه التطبيقات. نتمنى أن تحل هواوي هذه المشكلة وتجد حلا تقنيا تستطيع الحفاظ به على مستخدميها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوا زر الاشتراك والإعجاب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.